معنا هاتفيا من لندن متخصص بالشأن الإيراني السيد حسن راضي، مرحبا بك. إذا خامنئي قال إن أمريكا غير جديرة بالثقة وإن التفاوض معها خطأ فادح، كيف تصف تصريحات خامنئي الأخيرة؟ طبعا هي تدل على اولا هناك ارباك كبير في الساحه الايرانيه عند بين المسؤولين الايرانيين، لانه هناك حسن روحاني وفريقه ما زال يحاول ارضاء الولايات المتحده الامريكيه من خلال يعني اوروبا والمفاوضات السريه التي جرت منذ اشهر، ومن جهه اخرى هناك الحرس الثوري وخامنئي ايضا يحاولون يرفعون صوت المعارضه كرساله إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا من جهة كأداة ضغط من أجل القبول بالمفاوضات وما يعرضه روحاني وفريقه، وأيضا هذا أيضا من جهة أخرى دليل على يأس النظام الإيراني، يعني يأسه من يعني إنغاذ الاتفاق النووي والضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على أطراف عديدة، يعني وبما فيها على النظام الإيراني حتى يخضع لكل المطالب الأمريكية، لأنه إيران الآن قبل بدء فرض العقوبات يعني واجهت أزمات اقتصادية كبيرة جدا، هناك يعني احتجاجات واسعة وتتوسع يوما بعد يوم قبل بدء العقوبات، وعندما تبدأ العقوبات على طهران الشهر المقبل وأيضا في الأشهر المقبلة الأخرى من نوفمبر، أكيد ستكون هناك يعني أزمات كبيرة تواجه النظام الإيراني، لذلك يحاول الآن النظام الإيراني يعني من خلال هذه التصريحات معالجة بعض الأمور من خلال أوروبا أو من خلال التهديدات بين الحين والأخرى. ولكن ماذا يملك هذا النظام من أوراق، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع تهديدات خامنئي بإغلاق مضيق هرمز؟ هل يستطيع خامنئي أن يفعل ذلك ونظامه؟ لا طبعا لا يستطيع، يعني إذا نفذ إيران تهديداتها نفذت تهديداتها وخاصة بإغلاق مضيق هرمز بالتأكيد سيفتح يعني كل أبواب، يعني نستطيع أن نسميها كل أبواب المعارضة الدولية والإقليمية، وبالتالي يعني تتزامن مع أفعال كبيرة جدا يعني ضد النظام الإيراني. أنا أعتقد يعني الآن إدارة ترامب وأيضا بعض الدول في المنطقة يعني تريد من إيران أن تقوم بمثل هذه الأعمال ومثل هذه يعني الحماقات إن صح التعبير، حتى تقوم بأفعال أخرى. يعني ترامب أيضا هناك أيضا سياسة محاولة جر النظام الإيراني مثل هكذا أمور. هل ستنجح سيد حسن هذه العقوبات المتزامنة مع التوتر الداخلي؟ هل ستنجح في كبح جماح النظام الإيراني الذي يطمع في التوسع على حساب جيرانه في المنطقة؟ أنا أعتقد نعم، بالتالي أنه النظام الإيراني ليس لديه يعني أدوات لإصلاح الوضع الاقتصادي، ليس لديه يعني حلول يعني جذرية أو حلول منطقية لحل كل هذه المشاكل. ليس المشاكل في إيران ليس مشاكل اقتصادية، بل مشاكل بيئة، مشاكل المياه، مشاكل الكهرباء، مشاكل يعني البطالة ومشاكل العملة، فهناك مشاكل عديدة وأزمات كبيرة تواجه النظام الإيراني، فبمعنى أنه النظام الإيراني مخير بين الاستمرار في هذه الأزمات وبالتالي تتوسع الاحتجاجات وتؤدي إلى إسقاط هذا النظام، أما يقبل بالشروط الأمريكية. وفي النتيجة النهائية نعتقد إيران يعني هي مخيرة، أما تريد يعني إسقاط سقوط نظامها أما التوجه للولايات المتحده الامريكيه وقبول بشروطها. وانا اعتقد يعني ايران النظام الايراني علمنا على البراغماتيه، يعني الصوت يهدد ولكن هي بالسر تتفاوض، وبالنتيجه النهائيه ستتفق مع الولايات المتحده الامريكيه او تقبل معظم ان لم نقل كل شروط الولايات المتحده الامريكيه، معظم الشروط الامريكيه حتى يعني تنغف يعني نفسها من السقوط الحتمي. شكرا جزيلا لك من لندن، متخصص بالشأن الإيراني السيد حسن راضي.